السلام عليكم. اسمعوا هالسالفة اللي حصلت في الأردن عام 2015. في عائلة تسكن في معان في منطقة اسمها الفرذخ. يوم الأيام قرروا هالعائلة اللي مكونة من أم وأب وبنتهم اللي عمرها 18 سنة اسمها نور أنهم بيروحون في جولة سياحية للعقبة، وراحوا في باص. وأول ما وصلوا إلى العقبة تعطل الباص، توجهوا على طول إلى المنطقة الحرفية أو الصناعية لتصليح السيارات في هالمنطقة هذه. تعكر مزاجهم، طالعين يعني بينبسطون وكذا وهذا مو وقت الباص يتعطل عليهم. المهم وصلوا عند الكراج، قال لهم ابدا ولدي خلكم مجرد ساعه ساعتين اخلص لكم الموضوع. قالوا اوكي ننتظر ما في مشكله. انزلوا وجالسين ينتظرون الميكانيك يشتغل. اللي يشتغل داخل الكراج شابين في مقتبل العمر في اول العشرينات، شابين وسيمين مسمسمين حلوين. وهذه نور بنت كذلك عمرها 18 سنة جميلة وفاتنة وكذا. واحد فيهم اسمه علي والثاني اسمه شادي. علي هذا حاط عينه على نور يطالعها، كل ما شاف أبوها راح شوي بعيد يطالعها يتبسم وكذا. البنت كذلك بادلت الابتسامة، مو يقول لك أو شيء نظرتهم فابتسامة، هذا حق تحقق عنده. فقال تمام انتظر بس الوقت المناسب اللي اخذ رقم تليفونها واعطيها رقم تليفوني بدون ما يحس ابوها ولا والدتها. وفعلا استطاع انه يعطيها رقم تليفونه وياخذ تليفونها، وصار بينهم اتصالات. كيفك كيفك وانا معجب فيك وانا وما اعرف اول ما شفتك حسيت حالي اني احسن ميكانيكي في العالم، ويتقول له انت شاب وسيم وحلو. والمهم صار بينهم حب هاتفي. بعد اسبوع علي قطع الاتصال، لا صار يتواصل معاها ولا يرسل ولا يتصل ولا اي شيء. استغربت البنت، لكن مش تسوي يعني؟ بعد اذنكم ابي بنزين واقول لكم السالفة. المهم البنت استغربت ان علي ما صار يتواصل معاها، واصلا ما حصل شيء يعني، تعرف ما كان ايام قليلة بينهم. بعد اسبوع كذلك ولا اتصال من رقم غريب، يتصل يتصل البنت ما ترد. شوية سلها المسجات بالواتساب، مرحبا مرحبا كيفك واخبارك؟ قالت الحمد لله. قالت لمين معي؟ قال لها انا شادي. مين شادي؟ قال انا شادي ابن خالة علي اللي تعرف عليك في الكراج في العقبة، وانا اللي بشتغل معه. قالت ايه عرفتك صح، انت الشاب الثاني اللي وياه. قال اسمعيني انا بكون معك صريح، علي لما تعرف عليك ما كانت نيته سليمة، أنه يعني مش قصده زواج وهيك وارتباط جاد، لا بدو تسلاية. ولما أنا فاتحته في الموضوع قلت له أنه البنت في خاطري وأنا بدي تزوجها وهيك، يا علي إذا أنت مش يعني جاد في موضوع الزواج خليني أنا أتعرف عليها، لذلك هو ما تواصل معك وأنا أعجبت فيك وأنت راحتك كيفك يعني، وأنا أعجبت فيك شكلك وملامحك وابتسامتك اللي طيرت عقلي وما بعرف شو. المهم لعب في رأس البنت، قالت ما في مانع نتعرف على بعض ونشوف مع الوقت إذا يكون بيننا يعني توافق وكذا. قال لا أوكي. فعلا أسبوع أسبوعين ثلاث عاشوا قصة حب. وقال لها أنا بدي منك طلب، وبليز سامحيني سامحيني على هالطلب هذا. قالت له شنو؟ قال أنت يعني محجبة أو لابسة اللفة هذه على رأسها.
أنا بدي أشوف شعرك، بدي أشوف بشرتك، إيدينك، وأنا ترى قصدي شريف. المهم البنت قالت له بتوعدني يعني تمسح الصورة، قال أوعدك. أرسلت له صورتين، صورة وهي محجبة وصورة وهي لابسة ما شو يسمونه يعني مزلط زلط، يعني كتوفها ويدينها مبينة وشعرها مبين وكذا، وأمانة تمسحه. المهم قال له أنت بتجنني، وأنا أهو الولد فعلا له نية الزواج، والدليل إن راح بلغ أهله وقال لهم أنا أحب بنت وأبي أتزوجها وتعالوا، والبنت موافقة. منو هذه؟ قال أنا تعرفت عليها ومن عائلة محترمة وعايشين في معان وأبيكم تروحوا معاي. فعلا راحوا معه، حددوا موعد واستقبلهم أبو نور. أبو نور من الناس اللي شخصيتهم جامدة وما عنده لف ودوران، رجل ملتزم في العادات والتقاليد، لكن هذه بنته عندها سوالف من تحت لتحت. استقبلهم وأول ما شاف شادي وسأله قال له أنت وين يعني وين ساكنين أنتم؟ قال في إربد، وفعلا هو من أهل إربد لكن يشتغل في العقبة. قال أنا شايفك قبل هالمرة، وهذا اللي ما حسب شادي حسابه انه راح يقول انا شايفك وشلون انت تعرفت على بنتي فقال انا شايفك. قال ها وين بعدين قال انت مش بتشتغل بكراج في منطقة الحرفية في العقبة؟ قال اي. ها وانت شلون تعرفت على بنتي؟ قال لا عمي اسمعني، انا صح شفت بنتك والله يستر عليها وسألت عنكم وكذا، وانا قصدي شريف وجاي. المهم حاس حوسة كبيرة، يالله افتك من ابوها. ابوها بعد هم حسب حساب انه لا يكبر الموضوع، وهذول جايين يخطبون ورسمي الولد قصده شريف، فعداها السالفة هذه مع أنها ما تتقبلها. المهم قال وانت شنو وظيفتك؟ انت مش شغال في الكراج؟ قال اي والله انا صبي داخل الكراج، يعني ميكانيكي لكن مش لي الكراج، يعني شغال عندهم. وكيف بدك تعيش بنتي وبيت ومصروف ومهر ومدري شنو؟ قال لا يا حبيبي، وأنا بنتي صغيرة ولساتها تكمل دراستها، وأنا بنتي مش للزواج، والله يستر عليك وتلقالك بنت الحلال. وكحتهم من البيت، طلعوا زعلان شادي، وهلا هم قام يقولوا له أنت يعني هم ما تستحي، تقول الرجال ما يعرفك. وقال والله مش عارف شلون تذكر. قال انت شلون تعرفت على البنت؟ فتسبب له بإحراج الموقف هذا كله على بعضه، لكن قال مو مشكلة. قام يتواصل كذلك مع نور، انا احبك وانا ابيك وكذا، وقالت له يا شادي يعني خلاص ما في امل، علاقتنا هذه ما لها داعي. قال له لا وصدقيني مع الوقت راح يقتنع أبوك وكذا ونشوف لنا طريقة. قالت أنا ما أقدر، وأنت ترى ما مش عارف أبوي عصبي. قال لها ما يخالف، هو ما يبيها تنهي العلاقة بينها وبينه، يعني يوم يومين ثلاثة، يوم شافها بدت يعني تنسحب من العلاقة شوي شوي، البنت هم خايفة وإن خلاص أبوه شكله مستحيل يوافق عليه، وقالت راح أضيع وقته وأخاف أنكشف على الفاضي، خلاص قامت تسحب نفسها. هني شادي صار مثل المجنون متعلق فيها عدل، وصار يهددها والله بئت الحالي، والله بعمل لك مشاكل، والله بحرق لك المنطقة اللي أنت فيها. قالت لي شادي الله يخليك استر علينا يا شادي الله يخليك،
والله يذبحك. ترى احنا اهل جنوب، احنا والله ما بتغشمروا اهلي بهيك مواضيع. عاد انا ما فهم شنو تقصد يعني اهل الجنوب. المهم يا شادي كف الله من شر الدم يا شادي، ابتعد يا شادي. قال لها وحياتك لا احرق الدنيا وراح اكسر وراح اعمل. الولد فجأة طلع يعني صجمة، يعني طلع خبل وتعلق فيها وصار ينتقل الى الخطة الثانية اللي هي الابتزاز. قال تعرفي لو ببعت صورك لابوك شو بيعمل فيك؟ والله لا يقتلك، وراح اقول له ان بيننا علاقة وان بيننا هيك، وراح يصدقني وانا راح يعني علي وعلى اعدائي. صارت البنت تبكي، الله يخليك يا شادي فكني من شرك يا شادي الله يخليك. قال لها شوفي انا مستعد اني انسى العلاقة اللي بيننا، لكن بشرط. قالت شنو؟ قال لها بيجي لعندك وراح استأجر لي غرفة في احد الـ نفس الغرف المؤقتة او الصغيرة يعني استديو او ايش يسمونه هذا، وبدي اياك تجيني على الغرفة. قالت شنو؟ قال لها اي نعم، والله اذا ما جيتي راح اعمل لك مشاكل. صارت البنت تبكي وتترجاها والله يخليك والله يخليك. قال لها راح افضحك، راح انشر صورك. قالت ماشي. في الفترة اللي كانت بينها وبين علاقة كان مرات يتصل من تليفون اخوه، من تليفون اخوه الثاني، يعني كان يعني على بنا ان مدخلها في العائلة، والبنت كانت تحفظ ارقامهم للزمن. تذكرت ارقام اخوانها الاثنين، واحد فيهم اسمه وليد، اتصلت عليه الله يخليك يا وليد كلم شادي خليه يبتعد عني ويمسح الصور اللي عنده الله يخليك راح يعمل لي مشاكل وكذا وكذا. كلمت اخوه الثاني الله يخليك شوف اخوك شادي خليه يفكني من شره، الصور يقول لي بينشرهم وابوي والله العظيم لا يقتلني ويقتله. ماكو فايده. اخوانه كلموه وقال لهم ماكم شغل، انا اعرف شلون يعني احل المشكله وبالنهايه راح اتزوج، انا مستحيل اتخلى عنها، انا احبها واحس اني راح اموت اذا ما تزوجتها. اخوانا يا ابن الحلال يا ابن الحلال لا تكبر المواضيع، ترى اللي خلقها خلق الف وحده. قال الا هي. قال له كيفك؟ قامت وطلعت تليفون وحده من خواتها، خوات شادي متزوجه وكبيره يعني، وصارت تترجاها وانت بنت ومثلي وتعرفي الموقف اللي انا فيه، الله يخليكي كلمي شادي يمسح صوري ويبتعد عني. قالت لها ماشي. كلمت شادي، شادي قال لها انت ما خصك، انا راح اتصرف وانا ما راح اكبر المشاكل، بالنهاية راح نرجع لبعض. البنت خايفة وهذه هدد فيها، وفعلا راح لها الى المنطقة اللي ساكن فيها فيها أهلها، وصار يتصل عليها تعالي ترى أنا في المكان الفلاني، صدقيني تعالي ساعتين أشوفك وأقعد وياك وبعدين خلاص وأسكر الموضوع. البنت قالت له مستحيل وكذا، وصار هاليوم مثل المجنون، والله لا أفضحك وخلاص وراح تندمي وراح كذا. سكر تليفون. البنت صارت ترجف، قامت وكلمت والدتها، قالت لها يا يمه أنا غلطت غلطة عمري وأنا أعترف، وتعرفت على ولد اسمه علي، وبعدين هو اللي عرفني على ابن خالته اللي هو شادي، وشادي هذا طلع مثل المجنون، وهو اللي جاء خطبني وأبوي رد يعني رد ما خلاها يعني ما وافق على موضوع الزواج، والولد أصبح مثل المجنون. قالت خليه يولي. قالت يا إما مو هالمشكلة ان انا ارسلت له صوري وانا مكشوفة يعني، وهو يهددني بهالصور. الام انصدمت. شنو؟ قالت والله هذا اللي سويته. قالت تدرين لو ابوك يدري في قالت مو هذه هي المصيبة، ان شادي يهددني في ابوي،
يهددنا يوصل صور لأبوي، لا وراح يقول له كذلك إن بيننا علاقة وصار هيك وهيك وهيك. الولد بده يخربها على الكل. لا حول ولا قوة. الأم صارت تخاف أكثر من البنت، لأن الأب لو يدري أول ما يذبح يذبح الأم، لأنها ما تدري عن بنتها. كذي هذا النظام الأب. فصارت خايفة أكثر من بنتها، وتفكر وتفكر. وراحت يوم الأيام واتصل على شادي، الله يخليك وأنا احسبني مثل أمك، والله يخليك واستر علينا استر علينا وابتعد. قال مستحيل، زوجوني إياها وأنا شو طالب منكم، والبنت كانت تحبني وأنتم اللي خربتوها علي. قالت يا ابن الحلال بنتنا وإحنا كيفنا، ما نبي نزوجك إياها. أبوها مو راضي، قالت زوجها غصب. قالت ماشي، سكر التليفون. سوت الأم اللي اسمها يسرى، يسرى اتصلت على واحدة من صديقاتها في إربد، هذيك حللت المشاكل بالنسبة لها، شيطان وعندها أفكار كثيرة، ودائما كل شخص عنده شخص في حياته أبو البلاوي اللي يجيب له الحلول. الله يخليك، الحق علي عندي مصيبة، شفيت وش صاير معك؟ قالت له والله السالفة كذا كذا كذا، وهذا يهدد بنتي ويبي يفضحنا قالت زين أنا راح أعطيك رقم شاب اسمه خالد، خالد سنكر، هم يسمونه خالد سنكر. هذا خالد شاب يعني أزعر على شهم، أهبل على ذكي، يعني مكس يعني في خبال، لكن يعرف يتصرف، أزعر، شيطان، يعني كل مواصفات في هذا. وهذا بس بتقولوا له إن أنا دخيلتك وأنا بوجهك، يطير يموت بالفزعة، وهو عامل حاله أبضاي وكذا. اتصل عليه قولي له المشكلة، وهو اللي راح يحلك إياها. يروح يكلم شادي، يضغط عليه ويخليه يمسح الصور. قال جد والله؟ المهم تروح تتصل عليه، مرحبا مرحبا، مين خالد؟ قال لي نعم تفضلي. قالت أنا جايتك من طرف واحدة بتعرفك، ما قالت منو. قال أنت شو اسمك؟ قالت أنا اسمي منال، هي اسمها يسرى، لكن خبت عليه قالت اسمي منال. قال أي تفضلي. قالت أنا بوجهك وأنا دخيلتك والله يخليك، وأبيك تساعدني وأنا ما إلي غير الله، وثم أنت، وأنت الوحيد الشجاع الأبضاي اللي ما بترضى على أعراض الناس. وهذا يوم بدأ يسمع هالكلام طار بالعجة، قالها أبشر والله لو تبين منو لأجبلك. شنو السالفة؟ قالت هذا يهدد بنتي، وانت ترضى بهيك ان في واحدة امرأة مستورة واحد يجي يهددها وهذاك ازعر؟ قال لها ما في ازعر قدامي. قال ما يتكلمون الاردنيين كذي، بس انا ترى ما اضبط اللهجة الاردنية والله صراحة. قال لها ما بي ازعر، ما في ازعر قدامي، عطيني بس عطيني صورته وبياناته وين ساكن ورقم تليفونه. جد والله؟ قال اي والله. وفعلا ترسل صورته، طبعا الصورة اخذتها من بنتها، صورة شادي وين ساكن، حتى انه ساكن جنب جامع الشويخ او الشيوخ في العقبة، عنده يعني مكان مؤقت، هو اصلا من اهل اربد مثل ما قلت لكم يعني. وقالت هذه صورته. قالها بس. وقالت ترى هذا ميكانيكي ويشتغل في كراج الفلاني. قال اعتبر الموضوع خالص، انا بستحيل حد يجي يفزع فيني وينتخيني وانا برده. قالت له جزاك الله خير وكذا، نبيه بس يمسح الصور، ما نبي منه شيء، خوفه اضربه كيف كيفك، اهم شيء يمسح الصور ويفكنا من شره. قال لها اقول لك الموضوع خالص. فعلا هذا خالد راح وين؟ راح الى السكن،
يدور على واحد اسمه شادي الفلان الفلاني. ولما ضرب أحد الأبواب القريبة جنب الجامع طلع له أخو شادي جاي من الأربد وساكن نفس الغرفة اللي معه شادي، وشادي ما كان موجود، كان في الكراج. فطلع أخو شادي، وأخو شادي فيه شبه من شادي. هذا قاعد يطالع الصورة اللي بالتليفون ويطالع الولد. قال شو اسمك انت؟ قال انا اسمي وليد. قال ها، وين شادي؟ قال شادي في الكراج. ليش؟ تفضل آمر، من انت؟ قال لا انا ابي اشتري منه سيارة. قال شادي ما يبيع سيارات، شادي يصلح السيارات. قال لا لا، في سيارة هو قايل انه يبي يبيعها. قال انت وين شفته اصلا يعني عارض سيارة؟ قال المهم وين شادي، خليني اشوفه. قال مو هني، يا تدخل تتفضل تقعد عندنا داخل تنتظر شادي او توكل على الله، ترى احنا هذا العمارة سكن وكذا وناس رايح عرادة. المهم مشو وتركه، راح للكراج. ولما وصل الكراج قاعد يطالع اشكال اللي شغالين في الكراج، ولا هذا هو شادي. قال حلو، صار ينتظر 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 الى ان خلص دوامه وراح شادي للشقة، الغرفة اللي ساكن فيها. أول ما فتح باب الشقة ولا هذا وراه خالد، مرحبا مرحبا أنت شادي؟ قال إيه شلونك شو أخبارك؟ هلا حياك الله، وأنا جايك من بعيد وكذا. قال إيه تفضل تفضل. شادي مو عارف شو السالفة، أول ما دخل خالد سأله قال له وين أخوك وليد؟ قال انت بتعرف وليد؟ قال ايه. قال لا وليد مش هون، اتصل علي طالع. انت بدك ياني ولا بدك اخوي؟ قال بديك انت. قال امر. قال اسمع، البنت نور اللي انت تهددها بصورها. قال ايه. قال ابيك الحين طلع تليفونك وتفرمته قدام عيوني، تسوي فرمات للتليفون. قال لا والله ما بمسح شيء، وانت اصلا من اللي خلاك يعني تتجرأ وتجيني هني علشان تغصبني؟ انت منو اصلا؟ انت شنو بتحبها بعد؟ قال لا انا جاي افزع لها. قال لا حبيبي، تفزع ما تفزع اضرب راسك بالحيط، اطلع برا. قال اقول لك امسح الصور. قال ما راح امسح. المهم تماسكه، ويقوم خالد يطلع سكين او يطعن شادي 12 طعنه، ما خلى مكان في جسد إلا غرس فيه السكين وبقوة، ليه سقط الولد على الأرض لكن في روحه ما مات، برك على ظهره والولد طايح على بطنه على الأرض، وصار يمسك راس شادي ويضربه بالأرض مرة مرتين ثلاث لين تأكد إن الولد مات. إيش سوى؟ خلص الجريمة، مسح الدم اللي عليه، نظف ملابسه، وطلع تليفونه وصور جثة شادي. يبي يعطيها حق منه؟ يبي يعطيها حق منال اللي فزعت فيه عشان تأكد انه هو نفذ لها المهمة بدون مقابل، فقط انه قالت له الله يخليك ودخيلك ودخيلك. وطلع. المهم اتصل على طول في منال، مرحبا اهلين. قال لها استقبل الصورة وامسحيها على طول. قالت لأي صورة؟ قال لها شوفي انت شوي، ولا مرسل لها صورة شادي على الارض وكله دم ميت. وصدمت، صارت تتصل عليه تقول له شنو مات؟ قال لها ايه مات. زين وتليفونه؟ قال فرمت كل اللي فيه ورميته جنبه ومسحت بصماته، ولا تشيلين هم واعتبر الموضوع خالص. انصدمت. اثناء ما كانت يسرى اللي كانت تسمي نفسها منال تخدع خالد، نور جنبها تسمع. نور عارفة ان امها فزعت في واحد اسمه خالد، لكن شنو القصة بالضبط ما هي عارفة.
ومنو خالد ما هي عارفه. فتقول لها شنو يمه شنو موضوع الصوره؟ قالت لها ما لا لا بعدين بعدين. قالت شوفي اسمعيني اسمعيني ترى شادي مات. شنو؟ قالت الرجال قتل شادي خلصنا منه. قالت لا مستحيل هذا اكيد يكذب عليك يمه. قالت صورتك؟ قالت خلينا اشوف صوره. وفعلا شافت نور الصوره. بسبت الصوره اغمى على نور ودوها للمستشفى وجلست يومين في حاله مو طبيعيه من الخرع والخوف. صار فيها هبوط على انصدمت ما كانت متوقع ان جريمه قتل وقاتله الولد ما كانت في بالها انها بتوصل الموضوع لهالدرجه يعني. المهم طلعت بعد يومين من هالسالفه اتركوا خلوا نور واهلها على صوب. وليد اخو شادي كان عنده في الشقة وبعدين رجع مرة ثانية لإربد وشادي ميت في شقته الصغيرة هذه. ما حد يدري عنه. أول يوم ثاني يوم في زبون راح لهم للكراج وصار يصارخ وقالب الدنيا. قالوا له ليش فيك عسى ما شر؟ قال يبا الميكانيك اللي عندكم عطيته سيارتي يصلحها. وينه؟ لا هو موجود ولا السيارة. فصاحب الكراج قام يقول حق اللي اشتغلوا روحوا دوروا لي على شادي وينه. راحوا إلى بيته ولا سيارة الزبون واقفة عند الباب. لاحظوا شيء غريب إنه عند باب الغرفة باب شادي في دم. فافتحوا الباب ولا هذه جثة شادي. بلغوا السلطات الأمنية جو ورفعوا الجثة إلى الطب الشرعي وانقلبت الدنيا. من اللي قتل شادي وشنو القصة وكذا. طبعا السلطات الأمنية حتى الزبون صاحب السيارة ألقوا القبض عليه خلوه مشتبه ما يدرون هذا شنو قصته ومتى دخل في الموضوع وصاروا يحققون مع الكل أصحاب الكراج ومتى آخر مرة شفتوه وألقوا القبض على أخو وليد اللي جاء من الأربد أنت كنت موجود أصلا هني وشو رحت ومتى آخر مرة شفت أخوك وصاروا ما خلوا أحد إلا حققوا معه ما توصلوا إلى شيء. لكن وليد إيش قال لهم؟ قال لهم في واحد جاني وسأل عن أخوي وقال بشتري منه سيارة وشكله كذا 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 عطاهم مواصفاته. منو هذا؟ ما عرفوا. قال أنا ما أول مرة أشوفه هذا الشخص وقال أنا أبي شادي وبس. وأنا قلت له تعال تفضل ولا توكل على الله مشى. قال ماشي. أخت شادي الضحية لما حقق معها قالت ترى شادي عنده مشكلة. شادي يحب له واحدة وصايرة معاه مشاكل وشنو موضوع؟ ما هي راضي تتكلم ما تبي تقول أخوي كان يبتزها وكذا. اسألوا أخوانه قالوا يبا أخونا يبا يحب واحدة اسمها نور وإحنا فعلا ترى رحنا وخطبنا لها لكن أبوها رفض والظاهر إن شادي عنده صور للبنت. والبنت اتصلت علي واتصلت على أخوي الثاني واتصلت على أختي تطلب من عندنا أن نكلم شادي أنه يمسح الصور. وشادي يعني متمسك بالصور ويحاول أنه يسترجع العلاقة. هذا اللي صار. دخلوا نور بالسالفة ألقوا القف على نور. نور منهارة أصلا خايفة من شافت صورة مقتلة وهي خايفة. قالت أنا مالي شغل أنا فعلا الولد كان يهددني وبلغت أمي في الموضوع وأنا مالي شغل بأي شيء. تكلمي تدري في موضوع من الأخت؟ قالت أنا والله ما أدري. من اللي يدري غيرك؟ قالت أمي. جابوا أمها يسرى. يسرى اكتشف أول ما ألقوا القبض عليها أن معها تليفونين. قالوا لها أنت شنو قصتك وكذا وهلتش علاقة؟ قالت لا ومستحيل وما. التليفون اللي معاها الثاني رغم ان زوجها قال لا زوجتي معاها بس تليفون واحد ولما القوا القبض كان بيدينها تليفونين. واحد من هالتليفونات لما فتشوا الاستديو ولا صورة جثة شادي.
شيكه ولا في الواتساب مرسلها شخص. من هالشخص؟ خالد. ألقوا القبض على خالد. لما جابوا خالد بطل جربه، قال الظاهر اعترفت علي منال، قال يبا اللي صار معي كذا كذا، واتصلت علي منال. منو منال؟ صاحبة الخط هذا. ما في منال. قال لا، بلا منال وبنتها نور. قال لا، اسمها يسرى. قال والله ما أدري، هي تقول لي منال. المهم أنا فزعت له ورحت، وما كنت قاصد أني أقتله، لكن الولد عاند وبدأ يمد إيده وكذا، وأنا كنت معاي سكين ماخذ احتياط وقتلته. يسألون يسرى، يسرى شو تقول؟ تقول لا، أنا ما اتصلت لا على خالد ولا طلبت منه أنه يسوي أي شيء وكلام هذا. قالوا لها زين، وشلون مرسلتش الصورة؟ قالت ما أدري، هو يمكن يدري بقصتنا وفازع من نفسه وأرسل لي. قالت زين الاتصالات اللي بينكم؟ قالت لا، ما بين اتصالات. زين هذه في اتصالات؟ قالت لا، أنتم قاعد تقولون أنه يتواصل مع واحدة اسمها منال، أنا اسمي يسرى. الأم طلعت ذهينة وشيطانة وما هي راضية حتى تتكلم ولا تعترف. ما يقول لك انكر مهما كانت الأدلة قوية. ليش؟ تعطي نفسك فرصة للنجاة. هذه المشكلة في كثير من القضايا، لازم تعطي مجال للمحامي يساعدك أو للقاضي إنه يرحمك، يشوف لك يعني ثغرة يرحمك فيها. أما أنك تعترف مرة واحدة، هذه بعد خلاص ما تعطي نفسك مجال. هذا اللي كانت تسويه يسرى، والظاهر باستشارة أحد قانوني. أنكرت لين راحت القضية للمحاكمة، وفعلا تم اتهام خالد ويسرى. لكن بعد تداول القضية مع إنكار يسرى والأدلة ثابتة على خالد واعترافات خالد وما أدري شنو، وتم الحكم على خالد في عام 2018، يعني بعد 3 سنوات من القضية، الحكم النهائي كان بالإعدام على خالد. لكن الصدمة في الحكم اللي حصلت عليه يسرى، حكمت المحكمة ببراءة يسرى من التهم الموجهة لها لعدم اكتفاء الأدلة، وإن ما في شيء يدينها أصلا فيها القضية. من اللي كلاها؟ كلاها خالد. راح من شي سهلة على والله كلمة دخيلك وأنا بوجهك لكن على غير سنع، راح ارتكب جريمة وقتل هالولد اللي اسمه شادي. وهو منو اللي تسبب بحدوث هالجريمة؟ هو شادي، وابتزازه للبنت، ودائما اللي يلعب بالنار تحرق أصابعه دائما، خصوصا في هالأمور. لأنك تلعب بشرف وسمعة الناس، هذه هالسمعة هذه ما تضر فقط البنت، لا تضر البنت وأبوها وأخوانها وعمامها وخوالها، وتعال فك عمرك منهم هذول كلهم. إذا ما يطلع لك واحد فيهم مثل المجنون يقطعك وشرحك عند باب بيتك، ولا هامة ينسجم ولا ينعدم ولا. هذه هي المصيبة في الجرائم، أنك أنت تقوم التحرش بالعالم وبعدين يطلع لك واحد يقتلك وصير جريمة قتل. الله يحميكم ويحفظكم، أخلي لكم عيالكم بعدهم عن المشاكل يا رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.